الحمد لله يا ربي. نظن هذه بفضل الله عز وجل. اليوم راني متواجد في المنتخب الاول، نظن خدمنا وتعبنا اليوم الحمد لله رانا هنا. نتمنى ان شاء الله ربي يقدرنا باش نقدموا المستوى المطلوب ونكونوا عند حسن ظن المدرب وعند حسن ظن الشعب الجزائري ان شاء الله. اكيد ان شاء الله، راني قلت لك ان شاء الله ربي يقدرنا وان شاء الله نكونوا جينا فرصه ان شاء الله، وان شاء الله نعرفوا كيفاش نحجزوا مكانه اساسيه ويبقى هدف مشروع مادام كاين فرصه كاين امل ان شاء الله ربي يقدرنا ان شاء الله. اكيد الحمد لله يا ربي. نظن خاصه يعني مع التتويجات اللي كانوا عندنا مؤخرا، نظن فضل اتحاد العاصمه كبير عليا. الحمد لله اليوم راني في المنتخب الوطني بفضله بفضل الانصار تاعو. نتمنى ان شاء الله نكملوا في المنوال هذا كسو مع اتحاد العاصمه ولا حتى مع المنتخب الوطني في التجربه الجديده ان شاء الله. اكيد رحب بينا وقلنا اخدموا مادام كاين لا شونس، راه عنده كيما نقولوا حنا نظره علينا. مام اللاعبين الكواد الفريق رحبوا بنا ثانيه ودعمونا، ان شاء الله نقدروا نفرضوا نفوسنا ان شاء الله ونقدموا الاضافه اللازمه ان شاء الله تحتاجنا ان شاء الله.